أسعد الله مساءكم بالخير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الملعب بلس. لازلنا نفتش أكثر في دفاتر مبدعي الحرف، نقلب أوراقهم ونتبع أسطرهم علنا نجد ما هو مختلف عن عالمنا الرياضي. نربط وسطنا الرياضي الذي يهز بحبل، نربطه من خارجه لا لنوقفه حيث لا نستطيع، ولكن لنعرف إن كان إيقاعه متسقا مع أوساط أخرى اجتماعية وثقافية، أم كل يرقص ويغني على ليلاه كما يقال. الروائيان يوسف المحميد وسعد الدوسري في حلقتين ماضيتين باح لنا بما هو متناغم مع ما يعيشانه في وسطيهما الثقافي ووسطنا الرياضي وما هو مختلف. والكاتب الصحفي الساخر محمد السحيمي كان صادما ومريعا في رصده وتقييمه، لكنهم كشفوا أن الأصل في الحالين الثقافي والرياضي حجر الإبداع الذي يتكئ عليه الرياضي والمثقف، وأن تفاصيل صغيرة يمكن أن تباعد بين الوسطين لكنها تضيع عند تكبير الصورة. اليوم نواصل النبش في ذاكرة مبدع آخر تدل عليه أحرفه وعباراته أكثر من ظهوره على الشاشات أو صفحات الجرائد التي اكتشف فيها أن يخرج ما في داخله من سحر الكلم وتطويع المفردة التي ينظمها أسطراً تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس، وكأنها شلال الماء في انحداره وعلوه. هو ذات الجمال والصوت، صحفي غمرته المثالية فأخفته، ومبدعا وشاعرا ظلله الحياء فتركه غيمة ترجى، وخلف ذلك تشكلت السخرية فأمطرت تغريدات من سماء تويتر التي تهطل كوميديا سوداء تغرق. فما نصيب الوسط الرياضي من منسوب أمطاره، هتانا منعشا أم سيلا يجرف؟ عبد الرحمن العتيبي أو عبد الرحمن حمد كما يحتفظ به صدر العصفور الأزرق وقبله عدد من الصحف والمجلات. حياك الله وحمد. أبقاك الله. أول شيء شكرا لك لقبول الدعوة عبد الرحمن، إطلالة أولى أتوقع فضائية للمشاهد. أول مرة أقف قدام الكاميرا. يلا عسى إن شاء الله أوقف كريم إن شاء الله. أن صراحة نهني أنفسنا فيك. الله يسلمك. ونهنيك على المحبة اللي لك في قلوب البشر. الحمد لله، هذا من فضل ربي. بعد هذه بدأ، أولا أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيد طفلتنا المفقودة جوري الخالدي إلى أهلها، وأن إن شاء الله يكلل نشاط الأمن لدينا بالقبض على من اختطفها، هذا أولا. ثانيا في تصور يا بدر أن أشقى ردودي هو ردي على هالمقدمة، لسبب أن الكلام يعني كل كلام أنا بقوله بيكون ردي أمام ما قيل فيها، لكني أستعير من خليفتنا الصادق أبو بكر الصديق مقولة مشهورة له، وهي اللهم إني أسألك أن أكون خيرا مما يظنون في. نعم إن شاء الله. تستحق عبد الرحمن المحبة هذه، شو السر فيها؟ والله مثل يسأل الناس، بعيد عن الشاشات، بعيد عن الصحف، بعيد عن تركت تجربتك الصحفية، تركتها خلفك أو قتلتها ربما؟ ما قتلتها، لا والله ما قتلتها، بس إن العمل الصحفي أنا يعني ما كان يعني في سنوات دراستي ومتوسطة والثانوي والجامعة غالب الشباب يكون عنده طموح معين ويصله، يعني في الغالب يصلونه. الصحافة ما كانت أبدا هاجس عندي ولا فكرت فيها، ولا أذكر أني في يوم من الأيام حتى تخيلت نفسي أني أدخل الصحافة، لكن سبحان الله مشيت فيها. أقدار الإنسان أحيانا تقوده، يعني كثير من الناس ربما يخطط لكنه يعجز عن يصل إلى ما يصبو له، لكن في النهاية أنت لازم تعيش. أنا أخذت فترة تخرجت من الجامعة وبحثت عن عمل وما وفقت، وجدت نفسي أمام باب الصحافة، وكان باب موارب شوي لكن في النهاية باب، فلازم أنك تدخل. دخلت، أخذت فيها فترة، انتقلت من مطبوعة لمطبوعة. يمكن أنا أذكر في أحد المطبوعات أذكر أني أخذت أول راتب 300 ريال، وفي الشهر الثاني أخذت 600 ريال، وفي الشهر الثالث أخذت 800، في الشهر الرابع أخذت نفسي ومشيت، ما لقيت فيها مقابل للموضوع ذا.
لكن في النهايه يعني اقول لك ما الواحد ما يقف يعني ما يعني مستحيل انك انت توقف حياتك على حاجه او انك بس ما عليك لا تاسى تعوضت بعدين ما عليك رحت وفزت بمنصب منصب كبير في نائب رئيس القسم الشعبي في صحيفه المسائيه كنت بس طبعا ما كنت الا انا وفخامه الرئيس الله يذكره بالخير لكن هي في النهايه سبحان الله اقدار الانسان هي اللي تشكله يعني لكن عبد الرحمن انت أدواتك مرة ممتازة في الكتابة تقرأ الأحداث اللي حولك بشكل جدا ممتاز مقالاتك يعني مغرقة في الإبداع حرام تكمل أنا في تصور إن كل إنسان يحس زملائك اللي كانوا معك وصلوا إلى مناصب يعني تحريرية اللي مدير تحرير اللي رئيس تحرير اللي سكرتير تحرير يمكن ذولي كان عندهم أهداف ويمكن ذولي برضو أيضا يمكن أنهم عمل يعني جدوا في الاستراتيجيات اللي عندهم كثير أنا بطبعي ما أحب الصدامات ما أحب المشاكل ما أحب غالبية الصحافة يمكن يكون فيها نوع من هال كان في أحزاب موجودة ما فيها كلام هذه موجودة لكن ضحيتها أنت لا 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 بالعكس أنا الحمد لله والشكر لله ما لي أي عداء يا اخي ما لي عدا من يوم الحاره. اي فالحمد لله والشكر لله يعني ما عندي اشكال يعني الموضوع في النهايه نصيب. طيب هاشتاق البرنامج يظهر على الشاشه لمن اراد سؤال عبد الرحمن حمد. عبد الرحمن على اساس انتقل للمحور الثاني، انا ماني مقتنع انك انت خليت الصحافه لمجرد المزاج او لمجرد لا يعني ما تركتها مزاج بالعكس انا الصحافه الباب الرزق الوحيد اللي انفتح لي في حياتي لكن في النهاية حصرت في صندوق المكافأة المجتزة المقطوعة وجلست فيها ما قدرت ما عرض عليك يعني وظيفة رسمية في الصحافة؟ اطلاقا اطلاقا وانا حتى عندي مبدأ اني انا حتى ما احب اعرض نفسي يعني عندي قناعة انه الانسان اللي يعرض نفسه مو يعرض نفسه اي يعرض اي بضاعة انها تفقد نص قيمتها فطبيعي انك انت ما تعرض نفسك. طيب البضاعة اللي انت كنت تقدمها بضاعة جيدة مش رديئة. هي في السوق. هي طيب وين رؤساء التحرير وقتها في الصحف ما حاولوا انهم يعني لا 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 يخطبون ودك يعني ابد اطلاقا. يمكن انا حظي يمكن ما كان كويس اني انا وافقت الصحافة الرأسمالية. بعد ما ترسملت الصحافه صار الناس يحبوا الاعلان وما الاعلان ويهتموا بانه المندوب عندي بعشرة محررين يعني نجباء فربما ان الامر ذا ربما انا اتصور انه يعني في النهايه انا يا رئيس التحرير همي على اللي يزود الغله اما تنظر وتكتب لك مقالات انا 20 واحد يكتب لي مقال انا 20 واحد يسوي لي عنوان اي لكن مقالاتك احنا بنستعرضها مقالاتك يعني مش مقال عادي مقال في فن ما ادري بس سبحان الله انا هذا اللي انا والله ما ابغى احمل مسؤوليه احد يمكن انا نفسي كسول يمكن انا نفسي حساس من اني انا اعرض نفسي او اني هذه امور كثيره عند الانسان لكن في النهايه هي بضاعتك موجوده قدام الناس انك تعرضها وتحرج عليها تفقد نص قيمتها اقلها صح عندك انت زين وفي النهايه حتى انا اقول لك انا ما احترفت طبعا هذه تراها مشكله كبيره بعد انك انت ما احترفت ما احترفت ما اعترفت كيف للصحفي انه ممكن يتبخر عبد الرحمن؟ ما تجي صارت انا يمكن اخر محطه لي كانت في الصحافه العراب؟ لا كانت صحيفه الجزيره الجزيره وتركت هنا يعني موقف وفاء مع الشخص اللي جابني للصحيفه وافقها اني في الفتره ذيك فقدت الوالده على فكره انا نصف طموحاتي واماني فقدتها بعد ما فقدت امي رحمه الله عليهم الله يرحمها يسكنك السعاده تنفقد اكيد رحمه الله عليها طيب ندخل في الكره السعوديه ورياضتنا يلا باصني وابشر هات انت متابع للكره السعوديه من عهد لما كان الزمن زمن الاخضر من يوم كان يرجع الكوره يمكن يرجع الحارس من ذيك الايام وانا متابع الكره السعوديه عطني وصفه عبد الرحمن حمد للكره السعوديه الان كيف يشوفها الان كيف باعلامها بقضاياها بمستواها في تصور يعني ان كرتنا السعوديه كانت يعني انا اتكلم انا اقول خلني اقول من منتصف الثمانينات
من عصر الثورة الكروية إيه؟ اللي قادها النعيم وماجد ورفاقهم إلى وقتنا الحالي لازلنا نقدم الكرة الأجمل حتى لو جينا في يوم لازلنا لازال لدينا كمية لعيبة على أعلى مستوى. الإشكالية اللي موجودة عندنا في إدارة هذه الكرة، يعني الكرة الآن ما تدار كما تدار أيام فيصل بن فهد الله يسكن الجنة. الآن تدار بشكل مغاير، هذا جانب. الجانب الآخر بشكل خطأ، يعني مغاير خطأ. مغاير خطأ أكيد، ما فيه في خلل. يعني أنت ما تتطور. يعني إحنا في فترة من الفترات لعبنا مع يعني لعبنا، أنا أتكلم على اللي أنا وعيت عليه، لما أتكلم عن اللي قبل ما أدري أتكلم وعيت أنا على منتخب مانيلي، منتخب مانيلي في 81 82 يعني شكل لبنة، لكنه جاء زاجالو طوره. زاجالو جت ضربة العراق في 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 كأس الخليج، في كأس الخليج وطيرت زاجالو. جاء الزياني استفاد من الموضوع ده، كمل النقص اللي كان موجود ونجح في انه قدم منتخب مميز وتسيدنا آسيا. وأنا أقول إلى الآن كخامة لاعبين لا زال لدينا، لكن كيف نديرهم، كيف نتعامل مع اللاعب المشوش فكريا وأرجع للدائرة، كيف نتعامل مع اللاعب المنضبط وأطوره. هذه أمور تحتاج منك أنت، لا بد هم بضاعتك ذولي. أنت ما تستطيع تعيد صالح النعيمة، ولا تستطيع تعيد مجد عبد الله، ولا يوسف نيان، ولا الأباطرة اللي قبل ذولي كلهم ما تستطيع تعيد. لكن في النهاية عندك أنت الآن كمية لاعبين افترض أنك أنت توظفهم توظيف صح، تعتني فيهم ما أكثر من هالاعتناء. ما في، لا ما هو باعتناء، بالعكس أنا أشوف أنه الحين أنا أشوف إيش الاعتناء اللي تبغاه. أنا بقول لك شيء، أنا أشوف إن فيه كثير من الناس يلحنون على سالفة يأخذون فلوس. ما يا أخي ما هو ذنب ثاني لحق على زمن البنت اللي وأنت لحقت المتنل. يا أخي هذا قدر يا أخي، ما هو يعني لا صدق والله، يعني لا صدق والله نتكلم جدي، هذا الزمن، هذا الزمن قدرهم انهم يكونوا في زمن المال، قدرهم انهم يكونوا في زمن المال. اللي قبل اللي كان في زمن الميتنيل كان يلعب كوره، اللي في زمن البنتلي يلعب كوره. يعني في النهايه انت لازم انك انت اتعامل مع اللاعب ذا واشجعه مثل ما كنت اشجع اللاعب السابق. اما يجلس طيب وش اكثر من تشجيع عبد الرحمن اني اسافر معهم بالعكس ما في تشجيع الان التشجيع للانديه، الان تشجيع للانديه، شوف اللعيبه كيف يصيروا في الانديه وشوف كيف يصيروا في المنتخب. لكن انت عطها ثقه. انا اجي كل ما جيت لفتره الى انك تتحدث عن النجوم السابقين وتقول ذول يسووا ذول يسووا يعني بطريقه ملائكيه، هم في النهايه نجوم وقدموا وما قصروا، لكن اللي موجودين الان ممكن يطلع افضل من النجوم السابقين وعدد كبير. عبد الرحمن زمن ال 200 ال مثل ما قلت ما كان اللاعب على دخل في المجتمع. لا كان على دخل، كان جاهم 50,000 في 84، 50,000 ذيك الايام لو تجي واحد غيرت ملامح وجهه. لا كانوا امورهم زينه وامورهم مترتبه وعندهم شهره، يعني شهره مجتمع، نجم مجتمع. الان ابن الحلال ما اشوف ان حتى الان اثرياء رجال اعمال اللاعبين. ما هو كلهم مو على كلها يا اخي، في لعيبه يدورون الان رواتبهم من 3 شهور و4 شهور و6 شهور. لا يغرك يدور 250,000 بس 7 مليون في البنك. مو على كل حال والله ما يتنقلون. شوف اقول لك شيء، والله ما يتنقل لاعب من نادي كبير النادي اصغر النادي اصغر اللي يدور عيش، مستحيل يكونوا مرتاحين. لكن انت تشجعهم يا اخي بالتشجيع، انت تقدر تخلي المشلول يعدي. شجع، لا توقفهم. في انضباطية عندنا عبد الرحمن؟ انضباطية من إيه؟ مثل أنت ما قارنت التشجيع وقت الأمير فيصل بن فهد. انضباطية في الإدارة. إيه؟ الإدارة اللي كانت موجودة في وقت فيصل بن فهد كانت إدارة منضبطة 100%، وكان رجل يعاقب ورجل يكافئ. الآن الوضع اختلف، بيقولون انفرطت الدنيا، بيقولون الآن زمن احتراف، عدم أهلية، لكن في النهاية أنت كنت تدافع عن العلم ذا. الآن ما في انضباطية؟ انضباطية كيف في الإدارة؟ دخل الإدارة. لا ما أشوفهم فيها. لو في انضباطية كان الأمور ترتبت أفضل. يعني لو في انضباطية كان قضايا واجد. في خوف من جماهيرية اللاعبين الآن. طبعاً خوف من جماهيرية الأندية. يعني اللعيبة الآن تقريباً ما عاد بقى عندنا نجم شباك الآن. ما عاد بقى. من فيه؟ ما فيه. من آخر واحد؟ آخر واحد ياسر. ياسر. ياسر هو اللي كان نجم تقريباً شباك. هو اللي كان نجم شباك. الآن ما فيه. الإعلام الرياضي يا أبو حمد الآن ساهم في اللي وصل الآن
المشاكل هذه اللي جالس نتكلم عنها في الكرة السعودية؟ له 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 دور كبير جدا. الإعلامي النزيه يفترض انه يكون مشجع النادي في المدرج، لكن مشجع للكره السعوديه في المنبر يفترض اني انا ما اتحدث الا بشيء يخدم الكره السعوديه. طيب انت قلت في تغريدات لك انه الاعلام اعظم لاعب في الكره السعوديه، وذكرت بان الاعلام الفارغ يحب الفوضى ليبقى. نعم، اعلامنا فارغ رياضي. انا اتكلم طبعا التغريده الثانيه دي طبعا ما هي على الرياضي بس، حتى في اللي موجود في القنوات الفضائيه اللي انت تشوفها، اللي موجود في ربيعنا العربي. زين، انا هذه على ما هي على الرياضه. الاولى كانت على الرياضه فعلا، ترى حتى موجود في الاعلام الرياضي اعلاميين فارغين يحبون الفوضى، يحبونها تبقى عشان يبقى، لان الناس لو وعت عالية للاسف انها بدت من التلفزيون، بدت تطلع وحتى فيها اسماء حتى موجوده مؤثره في تويتر. وهذا مش هذه عواقبها فارغه جدا. إذا أنا بجلس أتحدث أنا وياك عن حال الكرة السعودية وأتكلم أنا وياك عن شخصك وشخصي، هذا أكبر درجة من درجات الفراغ. يعني إحنا تركنا الموضوع والله العظيم، يعني هذا مثل اللي آخر اللي ما نقدر نتشفي خلف بس قل لا لا خلف بس، لكن أنا أقول أن الكرة السعودية أنا أتكلم على هالمنتخب الجمعي ذا اللي يضم منها الهلال والنصراوي والاتحادي والهلاوي وجميع الأندية، يفترض أن نعتني به يا أخي، يفترض أن نعتني به يا أخي، خلنا نفرح يا أخي صدق. يعني حتى أنا بقول لك شيء، ترى في جانب ثاني، يمكن أن أنا أتكلم أنا تحدثنا عن الإعلام، في جانب ثاني برضو ترى على مستوى المنتخب، يعني على مستوى تراجع المنتخب، اللي هو أن المنتخب السعودي الآن فقد المنتخب المستفز. يعني احنا في فتره من الفترات كان منتخب الكويت مستفز بالنسبه لنا، صح، منتخب العراق كان مستفز، في اواسط الثمانينات منتخب الامارات طلع بشكل كويس صار مستفز، منتخب قطر وتاهل الاولمبياد بسنجس برضو كان مستفز. المنتخبات ذي فقدناها في الخليج، عرفت؟ ف ما صار احد يستفزك الان، ما عاد صرت ما تجي، يعني ما نجي تعرف اللي كميه شحن الضغط وذا وتتابع من برا وانت متوتر. لعبنا يا ابن الحلال في كاس الخليج، نهائي كاس خليج، جمهور اللي من جاي يشجع، يعني ما فيه ما عندك، يعني التراجع اللي موجود في دول الخليج اثر علينا احنا، وتراجعنا تراجعنا نتكلم في مستوى النتائج، لكن كخامات لاعبين لدينا خامات لاعبين عاليه، والدليل ان نطلع ونصل الى يعني نصل الى 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 مستويات عاليه في انديه اسيا. الجمهور الان عبد الرحمن صار يتابع النادي اكثر من المنتخب، ما فيها شك، واللاعب صح صار يهم النادي اكثر من المنتخب الان. اللاعب انت ما تقدر تدخل في نوايا اللعيب، لكن دخلنا في نوايا، لا دخلت لان انا منهم، انا واحد من الجمهور، اتكلم على اللعيبه، لان انا اتكلم انا لو مكان لاعب وجاني فرصه ان يرتدي شعار السعودي وهو العب به باكل الاخضر واليابس. يعني ما انا اتكلم انا عن نفسي، يعني طبيعي ان الانسان لما يمثل بلده يعني بيتحرك عند شيء، حتى هذا الجمهور احنا نتكلم عنه، لو واحد منهم كان في مكان المسؤوليه يبي يهتم، بس اللعيبه يبون تشجيع. اعيدوهم من جديد للروح، اعيدوهم من جديد للمنتخب، شجعوهم، غضوا الطرف. يعني فتره طويله احنا جلسنا على قولتهم نلزخ شفت ولا لا، من 7 و8 سنوات، خلونا ناخذ لنا سنتين نشوف. طبيعي تتلزخ الان، انا اقول جالسنا نلزخ تتلزخ في الجمهور نتكلم نلزخ في اللعيبه لا خلنا الان نشجعهم، نجرب ونشوف النتيجه. انت مشجع للهلال؟ اي ما فيها شيء، اي لكن مشجع معتدل يعني للهلال وللانديه الثانيه. ان شاء الله اني معتدل. الهلال في اسيا عبد الرحمن، ليش ادارت اسيا ظهرها للهلال؟ ما ادارت الهلال، ما غازلها بشكل كويس. بس راح يجيبها. الهلال ما غازل اسيا بشكل كويس، يعني في كل مره يدخل ما هو اللي يعني
ما هو اللي تقول شاد حيله؟ يمكن نظام المسابقة طويل ذا الممل اللي الحماس اللي انت تدخل به يبرد في دورة الثمانية وصادف انك تقابل أم صلال ولا تقابل الثاني وتطلع. لكن انا اقول يبغى لها بس تركيز. وانا في تصوري ان الكرة السعودية بترجع بالهلال وبأندية ثانية لصدارة آسيا. طبعا انا متفائل ترى على طول الخط اي شيء يتعلق بالهلال متفائل. متفائل مرة جدا. يعني يوم كانت سهلة كان يجيبها الهلال نظامها الأول. لا دي طبعا هذه أسهل في الطريقة. أسهل في الطريقة يعني تلعب 3-4 مباريات 5 مباريات محدودة، والفترة الزمنية حقتها ما هي فترة مفصولة. أنت بتكون في روح البطولة. أنت الآن تبدأ تلبس صيفي تخلصها شتوي. يعني ما صارت عقدة نفسية للهلال؟ لا إن شاء الله ما هي عقدة، بالعكس. اللي يعني الهلال ما أنشئ عشان آسيا. الهلال نادي أنشئ عشان كرة قدم وبطولات، والهلال شغال في البطولات وآسيا. بس يبي آسيا. يعني نبيها كلنا ولا زلت. ونطالب نواف المساعد وفرقات أنهم يجيبوا آسيا. وما راح نتنازل عنها. كيف ممكن يغازلها بشكل كويس؟ ايش اللي يبغى لها يعني اسيا عشان تجيبها؟ والله يشوف يرمي لها الرقم. طبعا الرقم وش هو؟ يرمي لها الرقم. اللي هو الرقم وش هو؟ انك انت تدفع على محترف، تدفع على ترتيب الـ 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 افضل المحترفين. لا 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 لا، في الهلال خاضوا معركة اسيا. أفضل محترفين شاركوا مع الهلال في آسيا فقط في فترة اللي طلعنا منها مع ذوبهان اللي في 2010. هذه أفضل تكلم على محترفين. أما بعدها ما فيه محترفين يعني على مستوى، يعني أنت تجيب لك لاعب بمستوى اللاعب المحلي، يعني ما فيه اللاعب الفاهم. الآن كيف تشوف محترفي الهلال الآن؟ لا جيدين 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 يعني جيدين ما عليه، يعني يمشونك في الدوري يمشونك في الدوري وتاخذ بسهولة. وعلى فكرة المحترفين الهلال اللي خادمهم التكتيك حق دونس رجل ما يعتمد على لاعب، يعني فيما أشوف أنا أنه ما يعتمد على لاعب، فهذا خادم أنه أنت يغيب هذا والمغيب هذا. الهلال ماشي، الهلال رايح للدوري السنة هذه بإذن الله، وهو ما أتمناه طبعا. أول بطولة للقادمين من الخلف؟ لا ما أتصور. ممكن ينافس النصر. بما ان تكلمنا عن الهلال نتكلم عن النصر. يعني النصر ممكن ينافس، وش اللي يمنع النصر منه؟ انت تشوف ان النصر السنه هذه النصر ينافس، الاهلي ينافس، الاتحاد انتعافى من ماذا؟ انتعافى من زايد 35 الاعمار الكبيره اللي عنده ذي وارتاح منهم. والله العظيم شوف الاتحاد هذا يمكن تقريبا من افضل الفرق اللي قدم خامات مميزه. شوف عندك عبد الرحمن الغامدي، عندك باجندوح، عندك هذا شو اسمه العسيري، من اخطر وافضل اللاعبين، روح قتاليه ومهاره وكل الشيء اللي انت بيه زين. لكن ما الاتحاد مصر على الهند شو اسمه هذا مونتاري جايبه ما ادري كم عمره واللعيبه اللي جايبهم معه عواجيز. ما يمكن انت الان في زمن السرعه لازم. ولا هي مطلوبه الخبره؟ الخبره مطلوبه في حدود يعني في حدود يعني. ترى في ناس عندهم مفهوم الخبره انك لازم توصل 35 سنه او 36 سنه. لا، بيليه يعتزل عمره 30 سنه، ترك المنتخب البرازيلي عمره 30 سنة محقق 3 كأس عالم ومجلي الرابع. إيه مجليه، هو ما أصاب كان جاب زين. فما أنا أقول لك قياس اللاعب، الفترة الذهبية للاعبية من 20 إلى 30، ما بعدها هذا فضل منه إذا اللاعب عنده اعتناء بنفسه وذا وزاد على نفسه يعني على أساس أن ما نكسر الاستثناءات الموجودة. الاتحاد مشكلته زائد 35 زائد 35 يعني مثلا انا اقول لك خلي عندي لاعب كبار السن، اي خلي عندي لاعب واحد لكن تخلي عندي 6 ضرك. الاهلي وش مشكلته؟ دايم يوصل للمحطه الاخيره ويتوقف. الاهلي وش مشكلته عندهم كذا من زاويتك يعني؟ مشكلته الاهلي انه يلعب وهو رابط في راسه العقده ما حقق الدوري. اي
لو يتخلص من الموضوع ذا يقدر. مثل الهلال يعني يلعب في آسيا و... ويفكر إيه في العشر، العشر سنوات. لا لا الهلال على فكرة إشكاليته ما هي كذا، الهلال ما عد نفسه كويس. سالفة عقدة ما أظنها، يمكن تكون عقدة عند لاعب لاعبين لكن مستحيل تكون الأهلي عقدة. عقدة الدوري يفكر فيها، يفكر فيها بالذات في السنوات العشر الأخيرة. يعني أنت تتكلم على 2012 وصل، وصل أمام الشباب صح، وصل عماد الحوسني خم الكاس وصله وبعدين راح زين. العام برضه وصل هو خلاص، إذا أنت العقدة ذي عقدتها في رأسك أنت الموضوع. لكن يجب أن يتخلص الأهلاويين من هالعقدة. فريق الأهلي يقدم كرة جميلة منذ الثمانينات، ويقدم كرة جميلة والأهلي ممتع دائما. مثل هولندا يقدم كرة حلوة بس ما يفوز بالكأس. بس هولندا أظنها ما تفوز للنادي عليهم المنتخب ذا محبة. صالح النعيم الإمبراطور كابتن العرب صالح النعيم، الله يكرمك خير. حالة عشق بينك وبينه مو فهد يستاهل. كتبت مقال بعنوان الكابتن الأزرق. أو له الاثنين ترى. له الاثنين. لكن تقرأ من فوق لتحت صالح النعيمة، تصف صالح النعيمة. من تحت إلى فوق يوسف الثنيان. أول شيء أبغى أتكلم معك عن هالمقال. إحنا بنعرض الآن على الهواء. عن هالمقال كم خذ منك وقت؟ كيف جت الفكرة؟ ليش لاعبين في مقال؟ أول حدثني يعني. أول حاجة المقال هذا المقال. هو ابن المقال آخر قتلته، يعني ما هو الفكرة الأولى. الفرق أنه هذا كان المقال الأول كان مدح وعكسه ذم. هذا لا، قلت خلنا نحط فكرة جديدة أنك تتكلم عن لاعب وتطلع عن لاعب. وفيما يبدو لي أن الكتابة بالطريقة دي موجودة يعني من قبل، فيما يبدو لمن يتقن. اي ما انا اقول انه موجود، يعني ما اتصور انها ابتكاري انا ولا زين. اخترت انا طبعا صالح النعيم ويوسف الثنيان لسببين، هم من احب اللاعبين عندي. والشيء الثاني انك انت مجبر انك تتكلم عن مدافع وتطلع على مهاجم او العكس، فاخترت انا النموذجين دي. كتابتها طبعا ما انا ماني على قولتهم محترف، عندي طاوله في البيت واكتب عشان انسق واسوي. لا إذا جلست لي في مكان أذكر وين وصلت فيها كملت وقمت أربط إلين يعني يمكن أخذت معي ثلاث أيام. وطبعا هذه مشكلة كبيرة حتى مراجعتها. إذا رجعت ولقيت خلل في السطر الخامس تنقض، ينهل عليك اللي تحت وينهل عليك اللي فوق وترجع تربط من جديد. فسالفة موال هو معقد. أنا كنت فاضي ذيك الأيام وكتبته وطلع بالشكل ذا، بس إنه يعني تقريبا أنا فرحان فيه لأنه صار هدية. لا لا أقول لك، صالح النعيم ويوسف الثنيان اللي أحبهم وأحب فنهم وأعشقهم. هذا المقال حالة حب للاعبين. أي أحبهم أنا ذولي. ممكن تعيشها مع لاعب آخر؟ ممكن أكتب الحالة هذه، الحالة هذه اللي كتبتها في صالح ويوسف. يا صالح ممكن، أنا ممكن أكتبها للاعب ثاني ما عندي إشكالية، ممكن أكتبها للفريق، ممكن أكتبها للمنتخب. ما أنا ماني معزول عن أي أحد، لكن أنا أقول لك صالح النعيم ويوسف الثنيان من أحب اللاعبين عندي، يعني من امتع اللاعبين. يعني انا ارجع اليوتيوب برجع لهم ارجع اتفرج يعني مقاطعهم، احبهم شخصيا. اي خبر لدرجه تساميهم لما تمر القطها على طول في صحيفه في تويتر في اي موضوع يتعلق. صالح النعيم المدافع الاسطوري والكابتن الاستثنائي، السجل المثير حققه منذ ظهوره الاول نجما هلاليا بجانب ما تركه خلفه من تاريخ رياضي مشرف في الملاعب بطريقة تؤكد أنه لاعب غير عادي جاء مذهلا ليبقى، فعشقته جماهير الهلال وتغنت إعجابا وطربا باسمه لأنه أعطاهم بسخاء من شهد إبداعه الذي لا يمل منه، واستحوذ على اهتمامهم وجذبهم بمهارته الفائقة إلى فنه، فقدم فواصل إبداعه الفطري بطريقته المبتكرة والجذابة، ونثر فنون معزوفاته المتناغمة في المستطيل الأخضر حتى أضحى نموذجا يقتفي أثره الكثير من اللاعبين. وكيف لا يكون كذلك وهو قد طرز سجل تميزه بالإبداع عن أقرانه. أعطوني إياه من تحت شباب. أوكي. عن صالح النعيمة، كانت خطوته الأخيرة حبا في نادي الهلال برهان وفاء، مثلما كانت خطوته الأولى في نادي الهلال عربون ود، حيث كان اعتزاله قدر غيابه عن الكرة الذي لا مفر منه.
اعتزل في احتفالية كبيرة جدا، كان غايبها الأكبر هو يوسف الثنيان اللاعب الأمهر في كرة القدم السعودية. هنا انتهى المقال من فوق لتحت صالح النعيمة، الآن من تحت لفوق. يوسف الثنيان اللاعب الأمهر في كرة القدم السعودية اعتزل في احتفالية كبيرة جدا، كان غايبها الأكبر هو، حيث كان اعتزاله قدر غيابه عن الكرة الذي لا مفر منه، مثلما كانت خطوته الأولى في نادي الهلال عربون ود كانت خطوته الأخيرة حبا في نادي الهلال برهان وفاء. من لاعب طرز وجه مشواره الكروي الفاخر بالوفاء، فقد كانت سيرته تكشف سر نبوغه الذي بقي مع الوقت، لأنه أخطر المهاجمين كونه يحمل القلق لكل من يلعب ضده. ما شاء الله عليك عبد الرحمن، شربكة شربكة إبداعية مغرقة في الإبداع. الله يسلمك. ممكن تعيشها مع لاعب آخر؟ ممكن ممكن. من يشبه صالح النعيم الآن في الملاعب؟ ما في ما في ما في حاليا، ما في، لكن حاليا ممكن يجي ناس تتفوق على صالح النعيمة وعلى ماجد عبد الله وعلى يوسف الثنيان. ممكن في مدافعين تفوقوا على صالح النعيمة الآن؟ لا لا، من اعتزال صالح؟ لا لا، أنا من وجهة نظري أنا ما في. إيه وجهة نظري ما من وجهة نظرك إيه؟ يعني أنا فيه لاعب الله يذكره بالخير، يعني جاء بعد صالح النعيمة فترة قصيرة، اسمه إبراهيم مفرج، أخو فهد مفرج. هذا لاعب من طراز فاخر، لكن سبحان الله ما أدري ظروف أو شيء، الرجل ما استمر. لكن إبراهيم مفرج كان مدافع، كان ممكن يجي من لاعب ثلاث مواسم وأربع مواسم، يعني كان فيها غاية في الجمال. كرة القدم مدافع الجذاب فيها هو اللي تبدأ منها كل شيء يبدأ منه. إيش اللي عجبك في صالح النعيمة؟ كل شيء. صالح النعيمة يا أخي يعني حرر المدافعين من رق التهميش الإعلامي. ما يعني صالح النعيمة التفتوا له الإعلام، التفت له هذا في جانب، طبعا ما التفت له من فراغ. لاعب هادي ذكي لماح، يعرف مزاياه ويعرف عيوبه، وهذه طبعا ميزه هي دائما اذا جيت غالبيه النجوم الناجحين عندنا وفي العالم كله تلقاه يركز على الميزه اللي موجوده عنده والعيوب يحاول انه ما يصطدم بها. صالح جذاب، حتى انا اشوف كثير من الناس تكلموا عنه عن انه كابتن، بس لا لا، هو ماهر حتى في الملعب. سيد منطقه ال 18 بالذات، حقات سيد منطقه ال 18 بالذات حقات في عكس عكس المسار وتغيير الاتجاه فيه. فماهر ابو فهد ماهر مهارته على اعلى مستوى، بس انه يعني جاء في وقت ما لحق على وقت اليوتيوب ووقت ايه مقاطع البنتلي البنتلي هو ايام 200 الزمن ذاك. من كان يعجبك فيه غير صالح؟ كثير كان يعجبني صالح، طبعا اتكلم على يوسف الثنيان مشروك مع جيل صالح ومع الجيل اللي جاء بعده. يوسف الثنيان، فهد المصيبيح، اتكلم على الجانب الهلالي، في النصر ماجد عبد الله، محيسن الجمعان، فهد الهريفي، هاشم سرور، ترى يمكن كثير من الناس، هذا كان فنان. حضرت مباريات نصر وهلال عبد الرحمن؟ لا ما حضرت. مباريات جماهيريه ما احب. كانت لهم متعه اول لقاءات طبعا اكثر من الان؟ لا لا، لا زال الهلال والنصر، لا زال. انا اقول يعني هلال ونصر بيبقى لين واحد من الانديه يعني يلغى او يتوقف. هلال ونصر بيبقون. يزعجك اذا فاز النصر على الهلال؟ يزعجني لاني هلالي اكيد. مثل ما يفرحني ان الهلال يفوز. ايش المباراه اللي ما تنساها النصر وهلال زمان؟ ايام الثمانينات؟ والله كلها، غالبيتها يعني ثلاثة الصفر، 2-2، 2-2 طبعا تكررت اكثر من مره، في 2-2 في 81 وفي 2-2 في 89، 3-0 في 89، اللي كانت في دوري 86 فاز النصر في الدور الاول 1-0 وفي الثاني 2-1 وفي الدور الثاني فاز الهلال 2-1 وفي النهائي 1-0. فواي يعني كثير كثير. في الالفيه الجديده النصر طول ما فاز على الهلال في الدوري، طول لان النصر تراجع، النصر تراجع فقط. ما عاد عنده يعني انت في فتره انت الهلال
يعني مليان نجوم ومليان ناس تحسم ومليان ناس تغير، النصر ما كان عنده. ومع ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تلعب مباراة وأنت مثلا مطمئن ولا مستهتر. دائما نسمع أسطورة الكرة السعودية، هناك من يقول ماجد، هناك من يقول سامي. أنا غير معترف بسالفة الأسطورة. ممكن كلها. يدخل فؤاد أنور محمد داية على خجل في ما أنا غير مقتنع بالموضوع ذا. غير مقتنع. مقتنع بالموضوع ذا. تدري ليش؟ سبحان الله، يا أخي الساحة واسعة وممكن تأخذ عدد كبير. يعني ليش أختزل الكرة السعودية ذي كلها في لاعب أو في لاعبين أو حتى في عشرة؟ مثل مثل البرازيل ما اختزلت فنها الكروي في بيليه، الأرجنتين اختزلت في مارادونا. مستحيل مستحيل يكون، مستحيل أن يكون هذا اللاعب الأوحد. يمكن البرازيل على أساس بيليه جاب لها كأس العالم، جاب له ثلاث كؤوس عالم، يعني عمل خارق للعادة. يعني مستحيل أن في لاعب يكرر يعني. زين، لكن مع ذلك الأمر ما وقف على بيليه. جا رونالدو جاب لهم كأسين عالم، جاء رونالدينو وجاب وهذا نيمار الان موجود، وقبلهم زيكو وسقراط. انت ما انت المنتخب، يعني ما انت مقتنع بالفصول الكره السعوديه؟ انا ماني مقتنع بالتمايز ذا. يعني هي ممكن تكون ناحيه اذواق انك انت مثلا تنسجم مع اللاعب ذا وتنسجم، لكنك انت تختزل الكره كلها في الكره السعوديه كلها في لاعب واحد او في لاعبين، هذا خلل يا اخي. طيب، على هاشتاك البرنامج منصور بن ناصر، لأبو حمد أبيات شعرية يتيمة من ذهب تدل على أن خلفها شاعر متمكن، لماذا ابتعد عن الشعر؟ هل وجد في الكتابة غنية؟ هذا منصور، هذا من النمامين البيض عندي. يعني في نمام بيض وفي نمام أسود. هذا اللي هذا هو شاعر يصر على أني أنا أكون موجود في الشعر. أحياناً الواحد ترى النملة ببيات بحكم أن مخالطتك الشعراء يمكن تعرف توزن ذا على المسحوب وجاي وراكب معك وتحطه، لكن كشاعر أنا ماني شاعر. طيب، مستحيل أكون شاعر. مستحيل. مستحيل. ليش؟ ما أحس إني شيء، ما ملامحي ما ملامح شاعر. ما الشعر يبغى له أظن يبغى له كاريزما. مع أنك كنت، مع أن تجربتك الصحفية مريت في الشعر الشعبي. أنا قلت لك الباب المارب ذا، الباب المارب ذا ما فتح لي إلا هذول، الشعر الشعبي. الصحافة أول ما بديت أول عمل، أول عمل صحفي أعمل في حياتي لقاء مع خالف بن هذا، يعني عمل صحفي على وزن وقافية مع خالف بن هذا. مع خالف بن هذا بعدها عملت مع عبد الرحمن الأبنودي. طيب، أنا قريت أسئلتك وبقولها بعد شوي، الأبنودي والجعفر عباس. ما أقدر أتصور أنك يعني وقتها الصحافة ملتفتت لعبد الرحمن حمد أني ممكن أعطيه عقد رسمي عندي. والله ما أدري، التفت يعني يمكن التفتوا بس ما أتكلموا، لكن أتكلم أحد تكلم ما أحد تكلم. عموما سبحان الله، هي ترى مسألة نصيب. والله مسألة نصيب. والله الحمد لله والشكر لله، أقسم بالله العلي العظيم أني لو بصنع لنفسي سعادة أكثر من السعادة اللي أنا أعيشها الآن أني ما أصنعها. وما في حاجة في حياتي، ما في حاجة في حياتي أنا وصلت لها أنا مخطط لها. يعني ما في شيء في حياتي أنا مخطط له. الصحافة قلت لك والله دخلت لها مع الباب الموارد ده، شفت، ودخلت وكتبت وتلذذت بالموضوع ده وجربت وتعلمت زين وطلعت اللي في خاطري. أنا يمكن قبل قارئ جرائد، أنا ماني قارئ كتب لكن قارئ جرائد، يمكن الموضوع ده نمى عندي شيء من ال، هو في النهاية حاجة في نفسك أنت تتكلم بها، حتى أحيانا تتكلم بها في صيغة سؤال. حاجة في نفسك عبد الرحمن، بس أنا يوم قريت الأسئلة نادر ما تلقى أحد عندنا في الوسط الإعلامي يكتب مثل هالأسئلة هذه. الأسئلة شوف، أنا ما أحب ال أبقرأ تغريدات الآن وبرجع للأسئلة اللي كنت تطرحها على الضيوف. ناصر ترحيب، سؤالي: تزاحم الناس على معارض الكتاب وغيابهم عن المكتبات، هل أثبت أن الكتاب أصبح أداة عرض؟ طالما في معرض اكيد انه عرض. ناصر ترحيب ذا يحب المشاكل، الله يجزاه خير. ترى على فكره صديق يعني، عشان كذا نمون عليه. طيب، ريم: في تجربه فريده كتبت مقال عن اسطورتين النعيمه واثنيان باسلوب شيق ومثير، هل بالامكان تكرار التجربه؟ جاوبت عليها صح؟ انك ممكن تعيشها مع لاعب اخر. طيب،
الهاجري، هل سبق أن لعبت في أحد الأندية أو عملت مدرب لأحد الفرق؟ لأن سمعت أنك عملت مدرب لأحد أندية الدرجة الثانية. لا لا وين ذا؟ لا لا هذا بدوره بتصل عليه ذا شوف مصدر الإشاعة ذي وش. طيب، مجموعة إنسان، ضيف جميل جدا وخفيف دم، سلم لي عليه رغم أنه هلالي. نصراوي عاش. الله يخليهم. مرزوق الروقي، اسأل أبو حمد لماذا رفض عروض إدارة قنوات شعرية، وإذا راوغ في الإجابة ترى يشاهد عيان. جاتك عروض إدارة قنوات شعرية؟ إذا جاك عرض لا توافق على طول. جتني عروض بس ما وافقت. ليش؟ ما إيش فيك أبو حمد؟ ما هي تعرف العروض اللي ما هي مكتملة؟ تعرف العرض اللي ما هو مثل شنب هتلر، لا حلقه ولا خلاه. طيب، عبد المجيد ربيع او ربيع، اتمنى انطقت الاسم صح. ابو حمد، ماذا تعني لك الشرقيه، البيبسي الشطرنج؟ ها؟ اثنين احبهم واحد ما اعرفه. ايش اللي ما تعرفه؟ الشطرنج. ما تعرفه؟ اي هذا اصلا يعني ما لعبه فيها فوقيه. والله يقولون ياخذون فيها 14 ساعة. 14 ساعة يقولون، واظن لهم اوقات اطول من كذا. اي اي ايش فاضي يعني. لازم ذهنك يكون صافي. انا يلا تصبر على المباراة عاين فيها. ما احب الحاجات الطويلة ما احب. ولازم تمتلك تكتيك فيها، بتكون مدرب لازم. اضيعة. تكتيك الشطرنج. لا 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 مرة ولا لي علاقة فيها بلا. من الشطرنج. انا قلتهم. تحتاج اقواسك الشطرنج هذه. ايه. ايه. لعبة الأقواس عندك أبو حمد، يعني أنت تخصصك الأقواس. لا هي موجودة ترى من قبل. لا بس أنت. بس أنا يمكن ركزت عليها. أنت ركزت عليها أكثر. إيه. ده الناس سبحان الله، الناس ترى ما تحب الشيء الروتيني. يعني حتى في كل شيء في يعني أي دائما الناس يحبون. في تغريدات معاذ، عطني إياها تكفى بس على الشاشة. إيك عبد الله. الحاجات الروتينية ما يحبونها. إيه. فتلقاهم في الغالب أنا أحيانا أحط الغام. إيه. مثلا في بعض التغريدات. إيه. فتلقاني اقوسه عشان اقربها للحبيب اللي جاني يقرا مثلا. ايه. انه يعرف انه حول الحمايه. يعني هذه خاصه بصالح النعيمه صح؟ اي هذا ابو فهد. ايه. احتفاليه يشكرون عليها صراحه. الملاعب الخليجيه هي حسن الخاتمه للاعب المتوفي كرويا في اوروبا. ملاعبنا الخليجيه. ايه اكفان. اكفان للعيب. الاعلام اعظم لاعب في الكره السعوديه. تكلمنا عنها. يوسف ثنيان، لاعب جناح فعلمنا ان الفرق تطير باجنحتها، وعادل الوسط ليبرهن ان خير الامور الوسط. هذا هو يعقوب. فيلسوف، برهن ان الفلسفه ايضا جول في الرجل. نعم. هذا وش ذا؟ الهلال مثل النجم لم يصعد الى السماء، الهلال ولد معلق فيها. اي هذا رد على متعب. اي رد هذا. جميل غزلك في الهلال عبد الرحمن. يا اخي الهلال احبه يا اخي. ها؟ احبه يا اخي. في حاجات في حياتنا ايه لقينا التسليه فيها. والهلال على فكره من كثر ما فرحني احيانا حتى لما يكسر استحي اني اعاتبه. حتى رد عليك قال احدهم انه برضو يبقى محلي. ايه. انت حطيتها بين قوسين، الهلال محلي الدنيا كلها. ايه. ما ابغى ادخل في سالفه محلي وعالمي والكلام ذا. كرة قدم نستمتع. ممكن تتغزل في نادي ثاني مثل كذا؟ تغزل ليه ما تغزل؟ تغزلت في الاتحاد، تغزلت في النصر او الاهلي ولا شيء الاشكاليه. طبعا انت فرق انك تتكلم او تتكلم على مناسبه عن انك انت تتكلم على عشق. يعني مثلا اذا فاز بدوري ولا فاز بكاس ولا فاز بتهنيها. انا على فكره متابعين عندي نصراويين بل اتحاديين بالهبل، اهلاويين بالهبل، واحبهم يحبون. لكن محبوب. الحمد لله يعني بيني وبينهم مونه، ابن الحلال انا من كثر مونتي على متابعيني شو يذكرهم بتطعيمات عيالهم. صديقنا واستاذنا محمد المسحل. نعم. المشرف على المنتخبات سابقا. ونعم. في الاتحاد السعودي لكره القدم. مرسل، يعطيك العافيه، معجب جدا ببرنامجك وطريقه اختيارك لضيوفك بعيدا عن الوجوه التقليديه التي مللناها. خسرنا محمد المسحل. خسرناه فعلا. ليته بقى. ليته بقى.
محمد المسحل ما ادري، انا الناس اللي يجوا من الشرقيه احس انهم افضل اي لانهم عندهم فرصه الحياديه عن العالم الملتهب اللي هنا. فعلا عبد الله الدبل نجح صح إيه، لانه انا اتصور انه المفروض يعطوهم فرصه لان هذا ما تقدر انت بكره تتهمه، ما تقدر تتهم محمد المسحل كان مخه نظيف محمد. لا 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 ما مخه نظيف، وحط لك مستقبل الكرة السعودية ممكن 10 سنوات جاية. أنا والله يعني أنا الرجل ما لا أعرفه شخصيا لكن من خلال الشيء اللي أطرحه اللي أنا أشوفه طبعا عن بعد، كان أنا ما تعمقت في الموضوع، لكن أنا أقول أنا أتصور أن الكرة السعودية إداريا ممكن تنجح تستقطب من بعيد، أخذ من الشمال، أخذ من بعيدين عن الـ عن الـ عن المعترك اللي موجود. إيه زي منتخب الزياني كذا، يعني منتخب الزياني خلطه اي خلطه خلطه ونجحت نجحت. بس ترى على فكره منتخب الزياني تراه ثمره زجاله يعني احنا يجب ان ما نظلم زجاله وقدر الزياني، قدر الزياني انها 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 انه ينجح، يعني قدر الزياني انه يحقق البطوله. الزياني باضافه يوسف الثنيان وفهد الهريفي خرج من كاس الخليج الثامنه انتهى في 86 في 86 مع الكتيبه ذي اللي قبل مع الاضافه ذي برضه ما قدر في الخليج. فهي توافيق ترى احيانا. اول مره وقتها نتعادل مع العراق 86 86 لا فزت على العراق، لكن فزت على المنتخب الرمزي للعراق، المنتخب الاساسي كان يلعب في كاس العالم. ايه ايه ابو حبيب جعفر وليث حسين. ايه ليث حسين مع المجموعه فزنا عليهم. بس انت المنتخب هذا منتخب الشباب، ما هو منتخب العراق الاول، ولو كان منتخب العراق الاول موجود يمكن ياخذ البطوله. اكلنا سبعه احنا في كاس الخليج من العراق. لا دي انا ما لحقت عليها. انا ما لحقت عليها. ايه ذيك 76 اظن. بس ان التاريخ لحق عليها. ما اعرف النهايه. شوف بقول لك شيء، احيانا انت ما تولد عالم. يجب انك تعلم. يجب بس اذا وصلت لمرحله من العلم يجب انك ما ترجع. لا تجهل. طيب طيب اعطونا التغريدات. اوكي شباب، نواف التمياط. نعم والله. طيب قبل نواف، من اجل الهلال تبادلوا العكاز مثلما تبادلوا الانجاز. يا اخي شاعر يا اخي انت. والله ما نبي. والله العظيم والله ما نبي. هي كلها على آز شوي وحط الغاز. طيب احمد عيد احبهم على فكره ذولي ترى ياسر، وطبعا هذول اللي باقيين. ايه هذول على قولتهم الثمره الباقيه في الهلال. ايه سبحان الله قدرهم يا حظوظهم ما في الاونه الاخيره ما هي ماشيه، لكن ان شاء الله ان امورهم تسلك. طيب ايوه هذه احمد عيد، مبروك للوطن استضافه جده لكاس الخليج القادمه. طبعا هذه كاس الخليج اللي فاتت، متاكد بان كاس الخليج في جده ستكون غير. ترديت عليه طبعا وسددت له شيء جميل، ولكن لا تعتبره يا احمد عيد. هي انتقلت للرياض بس ليه يعني ليش لا تعتبره عيد؟ يعني او بس لعب في الالفاظ يعني لا انا بقول لك حاجه، انا ما احب الاشياء المعلبه. يعني ما احب انك انت مثلا تجي وتقول لك حاجه، يعني ممكن اي واحد مكانك يعني شغل، تعرف اللي شغل علاقات عامه. ايه يعني انت الان في موضوع فيه اخذ وعطاء وذا، وان جيت تقولها بصيغه مثاليه اي وانت قاعد فيه. وانا على فكره ترى فيه بعد تغريده ثانيه اذكر حذفتها، رد على احمد عيد. على احمد عيد ايش كان شغله؟ ما حذفتها وبعيدها لين خلاص. حذفتها لاني ندم، انا رجل ندام على فكره. اندم كثير. ما تعرف ما تحب تؤذي احد، لان سبحان الله احمد عيد او غيره من الناس لهم اهل يحبونهم يا اخي، صح ما ودك انت تقسى عليهم. لكن احيانا يجيك ناس يتبجح بالخطا، فتلقاك احيانا ما تقدر تسكت. ما تقدر تسكت وبعدين. نواف التمياط. ونعم والله ابو بندر. اي والله ونعم ابو بندر. علاقه شخصيه؟ اي عارف تحب نواف طبعا. ها نواف ما في احد ما يحب نواف، ما فيها كلام ما فيها كلام. بندار يعني من الطف الناس اللي انا طبعا يمكن تقريبا هو الشخص الوحيد اللي انا عرفته في الرياضه. ايه يعني عرفته، انا عملت معه لقاء عام، كنت في مجله شعبيه عملت معه لقاء في بعد كاس العالم 98، ومنها بدت معرفتي فيه.
رجل نعم ورجل على فكره بقول لك شيء يعني هل اذا جيت اعتزل بدري؟ اعتزل بدري وبقول لك حاجه، نواف التمياطي اذا جيت انت الان سجله تتصور ان اللاعب ذا لاعب 20 سنه 21 سنه، ترى الفتره اللي لعبها نواف التمياطي اللي محسوبه يعني ملعب يمكن ما تجاوز 5 سنوات لانه لعب وانصاب وجلس له فتره وبعدين رجع، 5 سنوات وحقق فيها قائمه انجازات يعني كبيره جدا، ونواف يستاهل. والان انا اشوفه في نجاح يدل على عقليه نواف تجاه التحليل، بعيد عن الشوشره وبعيد عن، لان نواف سبحان الله نجم شامل، يعني مستحيل نواف يكون مثلا نجم هلالي بس، يعني نجم يحب نجم الكل، نواف نجم يحب جميع الشارع الرياضي. على فكرة لما كتبت الكابتن الأزرق ما كان في اتصال بينك وبين صالح النعيمة؟ أبدا، صالح النعيمة ما قابلت في حياتي إلا مرة واحدة فقط، ما بيني يعني قابلته حتى سلام ولا وصل المقال أو تدري أنه قرأ؟ ما أدري والله، ولا يوسف الثنيان ولا أدري، رغم أن أنا لي أصدقاء مقربين مني يعني على تواصل معه، بس في النهاية أنت كتبته، أنت كاتبه، انت ما انت كاتبه عشان يقرا صالح النعيم ولا يقرا سوى اثنين، انت كاتبه عشان يقرا اللي يحبهم، انت كاتبه موده محبه، عرفت؟ ايه، ما هو الشيء ثاني، ما تبي منها اي مقابل. عبد الرحمن، شعراء الاغنيه الان موجودين، شعراء الانديه مش شعراء الاغنيه، تلقى الشاعر هذا تخصص هلال، هذا الشاعر تخصص نصر، في اسماء كثيره الان صح، تكلم على فهد عافد، تتكلم على عيض السفيان، تتكلم على فيصل اليامي، تتكلم على سابقا راشد بن جعيثن، تتكلم على سعد الخريجي، تتكلم على ابراهيم خفاجي، ايش رايك؟ ما انا ضد انك تقيد نفسك في نادي، يعني ضد انك انت تجربتك كلها تختزلها وتخليها انك انت شاعر المكان الفلاني او شاعر، يعني يفترض انك انت تكون شاعر ومشجع، انا اشجع النادي الفلاني، او انا يعني حتى مو على الشعر، حتى على الكتاب، تخيل في كاتب هلالي ما يكتب الا في الهلال، فهذا سبحان الله ما الان الظهور الاعلامي لبعض الاعلاميين او اغلبهم في الوسط الرياضي كهلالي نصراوي اتحادي، هذا اللي يصنف نفسه، هذا يقيد نفسه، انا ممكن اعلم ميولي، وعلى فكره انا احس متاكد ان اعلان ميول جزء من نقائك الداخلي انك تعلن ميولك، يعني انا انسان ميولي النادي الفلاني، لكن انا حاسبك حتى على ميولك، يعني انا بكره اذا انت جيت وطرحت لك حاجه يعني ما يكون تاثير ميولك عليها، يعني ما تكون انت تتحدث عن الحاجه بدافع مثلا غيره او دافع الغيره لناديك، مكانك الاعلامي لا، تخلي الميول برا، انا اعرف انك نصراوي واعرف انك هلالي واعرف انك اتحاد، لكن ميولك برا، انت الان تتكلم عن الشان العام، يفترض انك تتكلم بحياديه، ما تقدر اترك المكان. هي حاله يعني كسب ود جمهور معين ولا حاله حماس يعيشها الشاعر مع ناديه؟ لا لا لا، ليش احنا ليش نحرمهم من شعورهم؟ يعني هو يحب النادي وبيكتب ابيات فيه وبيتغزل فيه، لكن انا ضد تسميه شاعر الهلال، شاعر النصر، شاعر الاتحاد، انا ضدها بالنسبه للشاعر، احس ان فيها قتل له. طيب على هاشتاج البرنامج مستهدف في عبد الرحمن حمد مبدع يكتب من حيث لا يحتسب القلم. سلطانيستا، هل نرى كتاب من تأليف عبد الرحمن حمد؟ أنت في عندك مؤلفات؟ موجود أربعة للتوثيق. على سبيل المقال. وأرق أبيض وعكس وبصمة الهامي. بس تراها كلها للتوثيق لا أكثر، يعني ما وزعت بشكل كويس. ما في نجم الآن في صالح النعيمة ما غراك ممكن تكتب عنه مؤلف؟ لا. رواية؟ لا لا لا. رواية. ما اتصور، ما يا اخي هذه حاله هوايه، زين الهوايه ذي انت ملت للنادي الفلاني، زين والنادي الفلاني كان فيه مجموعه لعيبه استهوك حبيتهم محبه النادي بس لا اكثر ولا اقل. طيب ايضا استاذنا تركي الخليوي، نعم، المبدع عبد الرحمن حمد مع بدر فرود، يعطيك العافيه وسليمان، في مباراة هي الأجمل. قل له ما لنا يد في الرد عليك. في مباراة هي الأجمل. الله يسلمك يسلم. يصف هذا اللقاء. كينج نايت، أبو حمد تحب صالح النعيمة، حضرت اعتزاله. كيف جمعت بين ابتسامة الاحتفاء بنجمك وحزن الفراق؟
يا أخي ما هو في النهاية قدر قدر أنك أنت أن اللاعب ذا يوقف، وأنا على فكرة مبسوط أن النعيم وقف في المرحلة ذيك، يعني النعيم وقف والناس تقول له اجلس أفضل من أن يوقف وهم يقولون له وقف. الإصابة أجبرته أيضا، طبعا أجبرته الإصابة، واحتفاله ذاك كان احتفال غير عادي. ذكر واحد من الشباب كنا ازدحم الملعب من المغرب وسكروا البوابات، المهم منه جاء ودخل كان في زحمة هو الزحمة يصيح على واحد من جنبه، قال ليش افتح الدرايش؟ ترى بيتهوى انت في الملعب تقول افتح الدرايش؟ هذا الشخص جاي تهريب، عرفت؟ جاي تهريب، تعرف حق الفروسية جاي من التهريب وتشرط عليهم. طيب ابغى ارجع الموضوع اسئلتك اللي كنت اطرحها في لقاءاتك مع عبد الرحمن البنودي وجعفر، خلينا ناخذ حالة جعفر عباس. جعفر عباس اسمك يعود للعصر العباسي رغم انك تلبس النظارة وتعيش زمن الانترنت، في الرأي العام السودانية تطل في زاوية حادة، لماذا حرمت الحاء من نقطة تحتها ترفعها إلى زاوية جادة؟ هذه أسئلتك عبد الرحمن. أسئلتي حرام صراحة. حرام تسأل ولا حرام؟ لا حرام تعيش خلف السوار على قولة واحد من أخي أنا. الله يذكر الخير أبو جمعة. كل إنسان ما له إلا القسم سبحانه وتعالى. وبعدين على فكرة والله ما أنا متحسف، أنا الآن أعيش سعادة. تصور أني مثلا لو حققت نجاحات وصرت رئيس تحرير وكسبت أموال وعشت على قولتهم، ممكن ما أكون بالسعادة اللي أنا فيها. لا يعني تختار المفردة ما شاء الله عليك، مخزونك اللغوي واسع، مطلع على الأدب، هذا من فضل ربي. مع عبد الرحمن الأبنودي بعد سويت صح؟ إيه الله يرحمه. هذا كان في البدايات، قلت لك خلف من هالدال. عبد الرحمن الأبنودي ومحمد الفيتوري وعبد العزيز السويد وعبد السلام الهليل، وعلى فكرة ترى أنصحكم باستضافته في مين؟ عبد السلام الهليل. عبد السلام ونعم والله يناسب إن شاء الله جو البرنامج. طيب على هاشتاج البرنامج هلالي وافتخر، جريمة اقترفها الإعلام الرياضي أن لا نعرف هذا المبدع عبد الرحمن الحمدان إلا الآن. شكرا بدر، يعطيك العافية أنت لمتابعتك. بيصنفني يعني رياضي؟ لا، يقول جريمة اقترفها الإعلام الرياضي أن لا نعرف هذا المبدع عبد الرحمن حمد إلا الآن. ما له ذنب الإعلام الرياضي؟ مش أنا ما عملت في الإعلام الرياضي. أنت قاسي على نفسك عبد الرحمن بعدم الظهور أيضا. يعني سبحان الله، انت عارف انك رجل نقي لا تسجدي الاعلام، في ناس واجد ترى تسجدي الاعلام. شوف يعني في الصحافه في الاعلام عندنا الناس كثير تسجدي، اعرف انك انت انسان نقي ما تحب تطلب احد انك تطلع. كل انا مثل ما قلت لك قبل يعني سبحان الله، يعني احيانا يمكن انك انت تقنينك للشيء افضل لك، افضل بكثير. يعني خالد الدبيبي، عبد الرحمن حمد ابداع منصف ساخر معتدل، من وراء صد جموحك؟ هل هو كسل ام تيار يشاركك الميول؟ يمكن في كسل نوعا ما. كسل ممكن يكون كسل يعني. طيب عبد الحكيم، القدير عبد الرحمن حمد يستاهل لقب ثنيان القلم، اسلوب يستحق التدريس والتدوين. لو افر فره زي فرات الثنيان ذيك الايام اللي يجيني رباط فرقبه ما طيب وينها معاذ؟ طيب عبد العزيز السالم، ليس هناك شاعر للهلال ولكن هناك هلال لكل الشعراء. عبد العزيز السالم ممكن كلام سليم، يأيد كلامي انه ما يصلح انك تنسب للنادي. عبد الرحمن انا ما بقى عندي لي دقيقه، لكن صدقني انا سعدت بوجودك. الله يسلمك. سعدت باطلالتك وسعدت بثقتك في البرنامج. الله يسلمك. انك تطل فضائيا اول مره للمشاهد.
أنا والله اللي أتمنى بس بإذن الله أن الملعب صار الملعب بلس ما هو الملعب تيوبلس من كثر ما ضحكنا وسولفنا طقطقنا، لكن أنا سعيد ومتشرف والله العظيم. أنت رجل مخموم القلب، تستاهل كل خير عبد الرحمن. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لحضورك، أتمنى لك إن شاء الله مزيدا من التوفيق. الله يسلمك والحب. جعلك تسلم يا حبيبي. في الختام لكم تحية رئيس تحرير البرنامج معاذ الحميدي، في القيادة الفنية سعد الفهري، شكرا لطاقم العمل، في أمان الله.